إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم خالق عالمي دو قرآن بيروز دو سورة غافر دو آية حفتة وحفتة دو وها أمرو فرمان دكا فاصبر إن وعد الله حق تو فص صبر بك يا حبيبي من محمد لسر وان بلا و تعدو ازيتي كو وان مشركة وان كافرة لسر و دعوة إسلامي لسر و تبلغة دين إسلامي كو دين سريتة تو سر ويا صبر بك إن وعد الله حق محقق أو صوزك خده داية حق اي صوزك خده داية يعني كو اوه مؤمنة باب جنته و اوه مشركة جي باب عذاب باب جهنمه أبيا حق راست جرتشك تشتكي ويا خد وعد خديك مبنى غالب بك مشتكى مغلوب بك بلى فإما نرينك بعض الذي نعيدهم يا يعني فإنما يعني فإن نريك أو ما يزايدة أو إنما هذا داخل بيه فإن نريك بعض الذي نعدهم إما نرينك أبد أو بنوع تأكيد أجر أم نشاني تبدن هنك جوي تشتكو مسوز ضايبو أنا مقفال وان خورية يعني وان وعذابك وما قلتيه من وان بدن عذاب دان أجر أم نشاني تبدن جغف هو ذاك أو جوابوي جوابا فيا أبد يعني وقا بدري أحدي كشتناوان اسير كرناوان اوان تشتاك امنشاني تبدل بدل ياجي او نتوفينك يعني ان نتوفينك اگر اجاتو وفات بك او تو نبيني مان ام رؤيت قبض بني اوات فإلينا يرجعون اجاي بفتن الرجع قيامتي والنبامة ام انتقام الويل الخوامسي مان فإما نرينك أصله فإن نريك وما مزيدة للتأكيد معنى الشرطي ما جبونا معنى تأكيد معنى الشرطي هاتي أذكر يعني أو إن أو ما هذا تنظر ممكن بيا إما بل يعني إن نريك إجا أو طب إنه تأكيد إيش كوبي بيا فإن نرينك بل أما إما نرينك بخير دبر دا اصلي ديال تبرسي مالا نور ايويا نور ايويا مالا نور ايو نور ايو نور ايويا حركة همزة دي ري دبر شي نور ايو نور نور ايو ما همزة حاضر كش بتخفيف بو نور ايو يوم تعالي مقال مفتوع يوم ضمير جاي ثقيلة ما حاضر كي بو اما بو نوري نوري ما ان داخل شركة بو نوريا بي ما ماي تأكيد كر ما ماي تأكيد كر منونا خد سقيلة جي آني سر لحق بيضا زلقان ري ساكنة كسرية تبي مفتوح بكي نابة شمكي حركة نقل حركة همزة بالي فابية تردي ترحسوا همزة تكي تمجبوت ترين كسري بيلي يبتغي كسري بيلي ما قبل نونا سأوتي جي نونا سقيلة جي ما قبل كلام مفتوح مجبور كنون ساق بمينة ساق حالي بمينة مجبورا موي يأك محزوفة مجاب نكرا إعادة كير وما حركة كي فتحي بيكي بو إما نوري ينك نعم أبو أبت جزاك الله خير ولذلك جبوب يألحقة النون بالفعل جبوب ما ميما زائدة جبوب تأكيد هاتية عين زمان ممنوع تأكيد جبوب فعله بازل قاندي يعني جبوب حرفة شرطية هاتية تأكيد كرني أو حرفك ما تأكيد كريا مجبور يجيك أن فرشاتي تأكيد بك جبوب قيمشي هذا إذ بقيد بابلي ألا ترى ألا تراك لا تقولوا فنابيني ناي قوتن فنابيجي إن تكرمني أكرمك يعني كو إن ني تأكيد كرن تكرمني نونا ساقيلة بلوانا يزاقان أما ولكن دي قوتن إما تكرمني أكرمك وقت كو إن ولا تأكيد كرن بمايبا أو شاقي فعل جيتي تأكيد كرن منوني وقتا قو بل
فإن قلت أجبت بيجي لا يغلو، إما أن تعطف تعاطفك أو نتوفينك على نرينك أو نتوفينك مع عطفكم سنرينك يا يصاب وتشركهما في جزاء واحد هردو جي ايفن جزاء الشرط يعني أو تهدى ارتاق بك جزاء الشرط كده يعني جزاء الشرط جهاد يا ربيني جزاء الشرط هل يقرب بيك وهو قوله أو جزاء الشرط ما جي أبا فإلينا يرجعون فإلينا يرجعون أو دبج جزاء الشرط هل يا حال حال فقولك فإما نرينك بعض الذين نعيدهم فإلينا يرجعون غير صحيح نابا هو يعني فإما نرينك بعض الذي أجل أم نشاني تبدا مالي أم نشاني تبدا بعض الذي نعيدهم أو هنك جوي تشتكوا ما بوان روعد كريا أم نشاني تبدا فإلينا يرجعون أولا راجعك بالمبا أبيا يعني حملة فعل الشرط جزا الشرط السلف شيء نابا يعني دنابين أوان دا سببيتهم سببيتهني نابا إجا وإن جعلت فإلينا يرجعون مختصا من المعطوف الذي هو نتوفينك راستا شخوصا أبيا فإلينا يرجعون أبيا يعني جزاء الشرطة نتوفينك تنبا بقي المعطوف عليه بغير جزاء أو شغيل نرينك بجزاء الشرط منا أو شغيل قلت أذبجم فإلينا يرجعون متعلق من توفينك أو متعلق من توفينك وجزاء جواب أن توفينك يعني جواب ويا راستا وجزاء نرينك معروف وشو ما جبت هو جزاء الشرطة نرينك شي حسب يعني أو نتوفينك يعني إما نتوفينك فإلينا يرجعون راستا أو فعل الشرط جزاء الشرطة ويا راستا أما فإما نرينك فوذاك يعني أو تشتك أمني شاني تبدا كوج قتل أوانو أسارة أوانو بدو وحدي تشتك أي ولا سليوان فوذاك مالي أجل تيك أمني شاني تبدا أوان تشتك ما وعيد دا بوارا من العذاب هو القتل أو الأسر يوم البدري أجام أوابك فذاك حسن راست بلى أو أنا شو بيجي أو جلو شرط شيء حسبي تقديره فإما نرينك بعض الذين نعيدهم من العذاب أم نشاني تبدا جهنك وي تشتكوا مسوس ضايا ورجع عذابا أو شيء وهو القتل والأسر يوم البدري بك أو بك قايدي إني أجر بيجي بلى أجر أم نشاني تبدا هنك جوي عذابك وما سوس ضايا جوان راك وكشتنو أسارته رجع بدري فذاك أو فذاك بجواب أفزاك يغد أبي أوابجن أو أن نتوفينك قبل يوم البدري إجا كنت وفات بك بل أو أن أبي جسيدة أو إن نتوفينك أري أو أني بقى راسا أو إن نتوفينك يات وفات بك قبل يوم البدري فأجاك أمت يعني أمت روحت قبض بك بل الرجاء بدري دا فإلينا يرجعون يوم القيامة أي فانا ورن فتلاندن بسلم مدى رجع قيامته يعني رجع قيامة ورما يعني انتقامة أم جوان بسينن أم تبينن باخر ويقابي أم انتقام جوان بسينن جدو شرطة ويتيتي أو نتوفينك قبل يوم البدري فإلينا يرجعون يوم القيامة فننتقم منه أشد الانتقام أي بفتلن ورن بام رجع قيامته أمي انتقامك بالشدة لي جوا مصرين ملك ونحو بنزلب يقوله تعالى قوتنا خذ تعالى فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون ملك فإما نذهبن بك أم أجر كنت أم تببن يعني تبدن وفات كرن فإنا منهم منتقمون أم ديسا انتقام جوا مصرين يعني أجر كنت وفات بك جي انتقامي من كاسين جوانا بصير جوانا نامي أم تببن يعني كأم روحي تقبض بكن أم جوان انتقامي بسين يعني أم وابي انتقام نال مالي دفر باجي إني شرطي ما يتتاكيد كني في الشرطي بنوني هاتتاكي أو نرينا كالذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون ياجي أم نشاني تبدن ويتشتكو مسوز لابوانبا
فإن عليه مقتدرون أم مقتدر اقتدار ما هي السري أم جوان بسن يعني أم في ما تشتكون ما قوتي يعني أو نرينك عطبسر تذهبن بنذهبن بكذا أو يعني كذي أو يعني كذي جواب يعني في الشرطة إما لو ما كمن نرى تشتديرات بل جواب وجه فإن عليه مقتدرون جواب الشرطة محقق كي قدرت مشتمل يعني قد انتقام ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون بل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك محقق بل تجم رسول الشاندية يا حبيبي من يا حضرة محمد ما بل تجم قالك رسول الشاندية منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص ما هنكا جوان حكاية وانشترى قوتية قصة ولا را ما بعث كريا بعث وانشترى كريا ومنهم من لم نقصص ما هنكا جي يعني مثلا انك پیغمبرانا كو قكسي نابي وانشو سعنا كريا يا لوما كو عدد جمار پیغمبرانا بلينا وما كان لرسول ايجا مانا دقو جي پیغمبر السلام معجزات خصن آيات خصن دقو دن كابرا معجزشت والميدان شو پیغمبر بلی تو دیس پیغمبر بلی جی مثلا او کرینا معجزه آنینا که تو جی معجزه نشان بده ایجا خدا جواب وان ده دبی وما کان رسول ان یاتی بی آیت الا بی اذن الله یعنی حاشا رسول کارن جبر خدا آیت لسر حساب خدا بدن ایجاد کرن نا حاشا وما كان وما صح وما يجوز وما ينبغي دور نس ندرسته نصحيحه نابه كرسولك بين آيتك بإذن خدا يا معجزك بمعجزك بإذن خدا معجزك بين نينك بين إلى بين يعني خدا خدا بدي أي بدي خدا ندى أو جب خدا تشكيل قال ملك فإذا جاء أمر الله وقتك أمر خدا ورا قضي بالحق او بحقي ولا حكم كرن وخسر هنالك المبطلون اوي باطل جي اوي او شاري خسار بكم كروجا قيامته يعني اوي مبين المكنة دي طالة دي طالة دعوة رسولة دا اوي وانا كاجي انا اوي بخسار لنا اوي اوي بلا ومنهم من لم نقصد عليك قيل بعث الله 8000 نبي خذيت على حشد حزار بيغمبر شامية أربعة آلاف من بني إسرائيل شار حزار بني إسرائيل أبونا وأربعة آلاف من سائر الناس شار حزار جي شباشا إنساني دنبونا وعن علي رضي الله تعالى عنه أن الله بعث نبيا أسود فهو ممن لم يقصص عليه خذا بيغمبرك شامية يعني زنجيبية أبيا بحثاوي خداية على إيش بيغمبر أرسل نكلي وهذا في اقتراحهم أبيات أنبياء واندا دا قوزية قد قدن شيء الآيات في اقتراحهم الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتراح واند يعني دا قوتن شيء دا قوتن كا معجزك نشان بنا كا آياتك بنا ماني واندا يعني أب دعواكو پیغمبر علیه الصلاة والسلام قصه وان حکایه وان ولی وان فی اختراحیم دی اختراح هم مشتک آده بو و دخواستن هل آیات فی آیات علا بحالی رسول الله نه علا رسول الله اینادن بنه یعنی اختراح وان نکو برا دوتن دو معجزه نشان بده جه امه ایمان ابتبینن اب اختراح وان اینادی بو یعنی دخواستن حاشا پیغمبر سلام تکن زور دولمه بنه آ تو دیه پیغمبرم تو نکاری معجزه کی نشان بده اما پیغمبر بلی تتم معجزه وانه بود و سائلا ابی عناد ولا رد پرسین نکن نیتا وان برا پی هدایت بود بله یعنی اینا قد ارسلنا کثیرا من الرسل و ما کان لواحد منهم ان یاتی بی آیت الا بی اذن الله محقق ما رسولا گلک رسولا شاند و بریجی اما یکی جوان کو آیت کی بی خوده بی اذن خوده نکار آیت کی ببیجه و بینج انسان آن آنجا خدا إذن بدأ و خدا جرب شيني أو جيب بشي بلي ويقول معجزة كي خدا بده كي
او جوی معجزانی نشان بده یعنی بیزنا خوده جبا خدا کس نکاره تشتکی بکه بله فمن لی بی ان آتیه بی آیتین مما تقترحونه از لکو از رابم بینم آیت اکی جوان آیت اکی که جوان دخوزن و انری دکن و طلب دکن از کدا کارم آیت اکی بینم تو پیغمبر اکی تشتکی اوان نکیری حتی و کز الا ان یشاء الله آنجا خدا بخوزه و یه ازن فی الاتیانی بیه و خدا ازنا آنینا معجزه کی بده از آنجا قارم نشان بده اجبر خدا نکار مشتکی فإذا جاء امر الله يعني أبيا وعيد ورد عقب اقتراح الآيات أبيا جفكية ورد دبي بأنرية وانش معجزات دخستن خداية تعالى يعني وان تهديدك وهم دبي بداقو وقتك أمر خدا ولا وأمر الله القيامة وقت القيامة يعني أمر خدا ولا يعني قيامة ولا المبطلون كنا هم المعاندون الذين اقترحوا الآيات اول معانده اهل عناده جه اهل الشرك وكفره كو وان دخستن آيات ومعجزات بالحق وخطر هنالك المبطلون ماله اهل مبطل جي يعني ابيكو دعوة وان باطلة يعني ابيكو دخستن معجزة وآياتا شبيغمبر عليه السلام دخستن اوه دعوة وان تخسار دابا وقد اتتم الآيات آيات قالك شو من رهاتنا اصلا فانكروها فانا انكار كرن وسموها سحرا وانجبان آيات خدارا قوتن سحرا بني انبي آيات اجب خوينا الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكر الله الذي خدايا إيوكو جعل لكم الأنعام قران دي جورا دبا أصلا أنعام جه حيوان يقرر تيقوتن أما دبردا خاص أولارا دبا الإبل والبقر والغنم إجا دبردا لكم الأنعام خاص أولارا دبا بيقصد كريا خدا خدايا كجورا قران دي دبا لتركبوا منها جبونا قوين لسياره اصلا اوه ببجه انا لتركبو عليها غرب قطة قطة لتركبو منها جبونا مناسبتا وتأكلو ومنها تأكلونا جبو يوه مناسبته ويا قط اوه باشراجي او كوي بجه اوه باشر وجه بيهنا اوهش بجه ومنها ايجا جبان دواهنه كو تأكلونا ونجوان دخونش ونهم لوان سوار دبن هم جوان جوان قوشت وان دخون ولكن فيها منافع جوارا هي دواندا منفعتن هيكي منفعتن والباشغي دواندا هنا يعني مثلا برشاوان او شيريوان دي تشيلكيوان او تشتيوان ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم او احتياجيك وتسنجي ودانا وان مقصود وجي وان احتياجي خوشي لسد بشتاوان دقينم جيكي دني يعني وان سوارد من يعني وعليها وعليها وعلى الفلك تحملون لسر وان ولسر جميع وان سوارد من خدا وسجران دي قلتني لبي دينا هل قلتني دينا حبل كده أنا سوار بون شو اللي قلتنا عيني بلزنا ويريكم آياته خدا تعالى نشان وداء آيات وعلامته فأي آيات لا تنكرون وإنكارا كي جن آيات خلاتك الأنعام الإبل أنعام بمعنى شيء معنى دبل خاصة يعني باشغا ما قوة مثلا أنبيجن تشيلكو وباشغا حيوان دنين بل يعني كي ما دفردا أنعام معنى دلنة شمكي أكتشيك وقوتي أنزغ أليات دبالة بإيجاد كرد إنكارا يعني هم لسواري هم بخو وهم اشترى بجم شيريوي بنيريوي فلانيوي وغا اوانا تب ليس احتياج يخو في تأمين بكي اذي انجا بدلي دا بدلي نكار افساد تنين من اي
فإن قلت لما قال لتركبوا منها شما خدا قلت لتركبوا منها من قلت عليها من منه شما إفادة كريه أنا بيجي بل جي سوارنا بل مل سريسيان ولتبلغوا عليها أباب عليها قلت ولم يقل لتأكلوا منها ولتصلوا إلى منافعي ولتصلوا إلى منافعي أبرو صبغطا أو هلا قال منها تركبون ومنها تأكلون أبرو صبغطا يعني هو مني شو منها تأكلون دايا بري بي برا بدا بري منها تركبون جي باطا وتبلغ علي حاجة في صدوركم أبرو صبغطا شما وصلنا قلت يا يعني دي كده مني دايا بري فعلي دي كده دايا بشت فعلي قلت في الركوب قلت في الركوب الركوب في الحج والغزو ده ركوب ده ابي ركوب مال سوارد بقى يجب حج يجب سواشي وفي بلوغ الحاجة ودي اشتنا احتياجين ويجي مثلا الهجرة من بلد الى بلد مرج باجارك اتشا باجارك احتياجين مرفا لإقامة دين او طلب علم يا مرك يعني تشتكي ديني بجيتينا يا جمر طلب علمك كده وهذه أغراض دينية أمانة هدف أماج ديننا للسواربوننا إما واجبة أو مندوبة إليها يا واجبا يا مندوبا يعني باش سنة الملوكة باش أبيا أب واجب مندوب ما مما يتعلق به إرادة الحكيم إرادة خدا متعلقة بفيابها يعني بأمور ديني باي أما وأما الأكل وإصابة المنافع فمن جنس المباح أبناج أفعال المكلفين مباح الذي لا يتعلق بإرادته إرادة خدا بوان با تعلق ناقرة أصلا دا يعني زي ما قشيت برد خدا جرازي بان آني كر إرادة يعني إرادة خدا بتشتي مباح باج تعلقتك يعني مثلا تشتكي بإرادة خدا نابه نوزة سيدة تمام ابي اجي انا مشكلي ما تشكم اريا يعني دروزه افندم تشتي يعني تشتي امبيشن خير فاعل وان خدايا وتشتي دنيش فاعل وان عبده اجي في اراده خدا بما تعلق لك دي اصلا تشتكي بي اراده والله خالق كل شيء نوصى أريم شايل اعتقاد ما نقول شايل ما اعتقاد عن متجلة دا فالك فعل قوي شان إيه وصل بمنه ومعنى قوله وعليها وعلى الفلك كد بيشاء على الفلك تحملون وعلى الأنعام وحدها لا تحملون يعني معنى أبا يعني صادجة ولسر الدباء ولسر فان حيوان يجير تاني سوار نامن باشخار يعني وكا جميع ولكن عليه وعلى الفلك والهم سوارد من السلوان همجي وسوارد من الجميع في البر والبحر ابي جميع البري دا شيء ابي جميع البحر دا وابي اوكاجي انعام اجي البري دا فان قلت اجبت بيجي هلا قيل وفي الفلك كما قال قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين شباب سوره هود دا آیه دا چلی دا خداش هستی نوح را دوی مگو یعنی سوارن دی گمیه دا وانتی که زکی گمیه جهر دا دایت جهیمه دا علیه و علی الفلکی بودی بلی علیه ها بودی نه بودی فی ها یعنی مثلا گره سوره هود علیه السلام دا اسمیل فی ها بودی بلی نه علیه ها شما هم فيها هم عليها يا جابي إيجا راسته يعني أوي بيبي فايد ميجاش خون قلت أجاب برسي أزواب معنى الإيعاء ومعنى الاستعلاء يعني معنى إيعاء معنى في يعني في يعني ظرفيتين ومعنى الاستعلاء يكون معنى علي كلاهما مستقيم هر دو جيد حقي جميع دا درستن سقندي كتنه يعني المعنى كبك هذا يجي صحيحة ومعنى كل سيارة يجي صحيحة راسته يعني كبك هذا جميع السيارة عين زمان كبك الزكي ويجي وكبك هذا الزكي وي عين زمان للسيار جي بقى هير دو جي معنى تدا تشل
شمال لأن الفلك وعاء ناس جميس يعلم لأن الفلك وعاء لمن يكون فيها حمولة له يستعليها جميع دبات شه دبات وقا فراقك وقا قابك جبونا ويكسي دبات وقا ظرفك جبونا ويكسي لمن يكون فيها جبونا ويكسي لجميع ده حمولة له يعني بارو تشتو طبعي وجهة لتده ويستعليها لسان واسيار ما نفسه لأن الفلك وعاء لمن يكون فيها فلك وحمولة له حاملة يعني ويهلدقر ويهلدقر حمولة له يستعليها أو ما يجي الجميع بلدبة سال جميع أو ده معنى يستعلاي يشوي هم يستعلاي هم ظرفة وعاء لمن يكون فيها وحمولة له يستعليها بل بل تفسير سيارة عن التفسير غدا جنيني هم ذي كبه الزكي وهم ذي لسال السيارة براسته فلما صح المعنياني صماني هرد معنيش لصعيب صحة العبارتان يعني أبدأ برده قوتي قل نحمل فيها و... وعليها وعلى الفلك معنى علي ومعنى فيه هرد جي تحملها فلكي دا تسلحن وأيضا فليطابق قوله وبرما مطابق جبونا في قوتنا هانجي وعليها يعني وعلى الأنعام كم الأنعام دا الأنعام دا عليها قوتية عندي جبونا مشاكلتي دي برده جبوتية وعلى الفلكي كم قوتا وعليها وفي الفلكي يعني مشاكلت شنن جبونا مشاكلتا على الأنعام هما على الفلكي جي بعلى قوتية ويزاوجه يعني جبونا كل قصة بأشجرة مزوجت شبه يعني قصة ويما عبارة شبه نزمع عبارة شبه بلي بعد يزاوجه وبعد زوجه يعني بعد شفتي يعني بعد وقت يعني أوجي منها أوجي منها أشلش تلمي كل بين أشلش تلمي شيء بلي فأي آيات الله أصلا فأيت آيات الله آيات ما أنسى أيته جرى بما أنس كبانيا شما أيام ذكراني آيات ما أنسى جاءت على اللغة المستفيضة أبيا لسا لغتك يعني بلابة يايقنة بلابة كي برجي أوصد بجنا فأيات يعني أن لغتي الشاية أبا هو أيتو اسمه أيو اسمه تفرق دنا بين جبو مذكر ومأنس لا تيل حقيقينا راسته اللغة باش أدى يعني كو أيو جبو مذكر ومأنس مساوية يستوي فيها التذكير وتأنيث راسته وقولك فأيت آيات الله خليل يعني فأي آيات الله مستفيدنا أما فأيت آيات الله تبيجي فيها خليل يعني آيات ما نسبة وآياته يجب أن إضافة بما نسبة أيجي ما نسبة بكي آياته يا قليل أو قليل شما لأن التفريق بين المذكر والمؤنس في الأسماء غير الصفات أولا اسمك نسفت بل فرقنا بين المذكر والمؤنس نحو حمار وحمارة غريب نبيا أبيا غريبة يعني مثلا طالب طالبة صفت بل طالب طالبة تبيجي تمام آمنا مسلم مسلمة تبيجي آمنا هما حمار حمارة نايبوتن أبيا غريبة يعني أو أسماء كنا وصف بنيش مفعل ويش مفعول نبن بلي بلي تطبيقاتنا بين أمانا بتي سا نباش غريبة غريب دبها با غريبة أما بيتي بداش وهي إجا في أيو أغرب ده أيو دا كنت بيجي أيو أيتو أبيا جي اسمي جي اسمه جي غريب تره شما لإبهامه جبو يكون مبهمة نكف شيء عندي إيجابي تذكير وتأنيث ناك أيو إبهامه جبو يعني دمك غريق ده چه ده غريق ده اسميات ده يا مالي معنى وصيات تتنه يا اني كبيني أياتو بتبيجي نبيا ده غريبة إيجاب ناك إيجاب ناك مالي بس عبر أزولان بس أصابكم الله خيرا كثيرا.